كان تواجدوا الان في الوحده الانتاجيه ديال طائر النعام بجهه واد دهب القويره، الوحيده من نوعها في الجنوب. بفضل الله تمكنت هذه الوحده باش ترجع الاعتبار لهذا الطائر باعادته للموطن تاعو الاصلي بعد الانقراض ديال واحد ربع قرن من الزمن تقريبا. طبعا العوده تاعته هذه ضروري يدفع الثمن تاعها من المنتجات تاعو اللي مدي منها اللحم، الجلد، الريش، الجريس تاعته اللي كما يسمى الزهم، البيض وكافه المنتجات الاخرى. هذا يسمى بالنعام الافريقي لان حيت كان واحد النوع ثاني نعام استرالي. يتميز النعام الافريقي بطول الفاره وبالوزن الزائد على الطائر الاسترالي. كذلك يتميز على الطائر الاسترالي انه هو الوحيد الذي يقف على اصبعين فوق الكره الارضيه. طائر الايمو يقف على 3 اصابع. النعام الافريقي تقريبا له ما يفوق او ما يقارب من 70 مليون سنه فوق الكره الارضيه. له مميزات وخصائص من ضمنها انه يعيش مده طويله في الحياه، تقريبا بين 50 60 الى 70 سنه. كذلك له من 25 سنه الى 30 سنه انتاجيه. اما بالنسبه للاستهلاك فالاستهلاك من ناحيه اللحوم ضعيفه. من منتجات النعام كاين اللحم. اللحم معروف بامتيازه بنسبه قليله من الدهون والكوليسترول، تقريبا ناقص 6%. يحتوي على نسبه عاليه من الحديد مقارنه مع اللحوم الاخرى. مليء بالبروتين والفيتامينات الغير مشبعه. لحم النعام من اجود الاغذيه للانسان. علاش؟ لانه غني بالبروتينات، كتراوح النسبه ديالو ما بين 25 حتى 27%. غني كذلك بالاملاح المعدنيه مثل البوتاسيوم، فوسفور، زنك، سيلينيوم الى غير ذلك. بالنسبه للفوائد ديالو هي الوقايه من فقر الدم، لانه غني بعنصر الحديد وفيتامينات جروب بي من اهم مصدر فيتامين B12. كذلك هو سهل الهضم بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال الهضم او لا انتفاخ البطن. نسبه الالياف الغذائيه اللي فيه بغاليمونتير قليله فيه. كذلك قص من ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم، لان نسبه الدهون فيه ما كتعداش 2%، نسبه قليله من الكوليسترول ومن الاحماض المشبعه. غني كذلك بمضادات الاكسده اللي كتقوي لنا الذاكرة. ينصح التناول ديالو من 2 حتى 3 مرات في الأسبوع. يعد بيض النعام من أكبر بيوض الطيور في العالم من حيث الحجم، كيساوي تقريبا 12 بيضة ديال الدجاج. تقدر تراوح الوزن ديالو ما بين كيلو حتى الكيلو ونص. عنده عديد من المزايا والفوائد الغذائية. هو غذاء جيد بالنسبة لصحة القلب، كذلك يساعد على تعزيز الذاكرة والتقوية ديالها. كيتستعمل أيضا نقص الوزن بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من السمنة أو الزيادة في الوزن. بالنسبة للجلد لأنه غني بمضادات الأكسدة، كيعطي بشرة ناعمة، يقلل من التجاعيد. هذه الوحدة تعد مقصدا لكافة زوار مدينة الداخلة من ساكنيها وكذلك من زوار مدينة الداخلة. فهذه الوحدة تعتبر مقصدا لزوار المغرب بصفة عامة القادمين لاكتشاف الداخلة والصحراء والبحر وكل ما تزخر به هذه الجهة.